سلام عليكم. في فيديو جديد اليوم جينا نديرو انا وامينه اختي معكم وصفه البريوش. راح نديروها يعني القهوه تاع العشيه. عندكم بزاف ما شفتوش امينه معايا في الكوزينه. انا جات دير البريوش معكم امينه. سلام عليكم ومرحبا بكم معايا في وصفه جديده معكم امينه. حناش كاين اللي يعرفوني وكاين اللي ما يعرفونيش. اللي ما يعرفونيش تخلي لكم ساره الرابط تاع القناه تاعي في صندوق الوصف. الو راح نبدا معكم ديراكتومون بالمقادير. المقادير تاعنا واش نحتاجو فيهم؟ عندي هنا 3 مغارف تاع الزيت هاوليك هنا معكم. بالغرام راني دايره 35 غرام. عندي مغرف كبيره تاع الخميره تاع الخبز. عندي هنا مغرف كبيره تاع خميره الحلويات. 2 مغارف كبار تاع السكر. عندي قريصه تاع الملح. 3 مغارف تاع زبده طريه بحراره الغرفه. وزنتها جاتني 60 غرام. عندي هنا كيف 3 مغارف تاع الفرماج. الوزن تاعهم هو 60 غرام نفس الشيء كيما الزبده. الحليب باش نطمو به العجينه. وعندي فارينه هاي اللي كسيرتها وكامل. درت لكم هنا 600 غرام تاع الفارينه. نروحوا للتحضير. الحليب دافي ولا تموت صح؟ كنت نقول لها هي تضحك باسكو قلت لها قولي لهم بلي الحليب دافي. قالت لي من بعدها قلت لها لا درك تقولي لها. نبداو في الخدمه. راح نبداو بالتحضير. هنا درت هذيك الفرينه تاعي كامل مع السكر والخميره. قلت لكم 2 مغارف تاع السكر ومغرف كبيره تاع الخميره. ضفت لهم خميره الحلويات مع هذيك نص مغرفه تاع الملح. ودرت هنا هذاك فرماج. عندي جبن طاري مع 3 مغارف تاع الزيت كي وزنتهم قلت لكم جاوا 35 غرام. ودرتهم في البيتخان تاعي وخليتهم يدوروا كامل مع بعض. ورحت جبت هذيك الزبده تاعي المارغارين. درت 3 مغارف مارغارين كي وزنتهم جاوني 30 غرام. ضفتهم كامل بالعقل. وهذاك البيتخان راهو يدور. اللي ما عندهاش البيتخان تقدر تستعمل يديها عادي او تقدر تستعمل لي بغا فريزي تاع الباتور وتخلط. كي تشوفوهم كامل هذيك الزبده تحسوها شغل بدات يعني تولي مرمله مع هذاك مع هذيك الفارينه. نبدا ونرميو لها هذاك الحليب الدافئ تاعنا غير بالعقل حتى يعني تبدا تتشكل لنا هذيك الكره. فوالا العجينه لازم تكون طريه. ردوا بالكم ما ديروهاش يعني تكون حاكمه روحها مليح. سيو كيفاش ديروها طريه. انا درتها طريه حتى ولات يعني بخاسك تلصق في اليد. دوك تشوفوا القوام تاعها كيفاش. فوالا هاولي كيفاش يجي القوام تاعها يجي يلصق. نروح نحيها من البيتخان تاعي ونديرها في بول كبير ونفيلميها. ندير لها بابي فيلم ونخليها تخمر في غرضها. خمرت لي يعني مده ساعه ونص. فوالا هاي اللي كيفاش جات. نروح نكسر لها الخميره كامل باش نبدا نخدمها. نقسم الكميه على 2 ونبدا نفتح لاباط ديالي يعني بالعقل. اشاك فوا نعاون يدي بشويه تاع الفارينه ونفتح. البريوش هذا راح يجي بزاف هايل سيوه ما تندموش عليه. يجي خفيف ما يتشبعش يعني تقدري تاكلي 5 يعني بلا ما تحسي بلي راكي تاكلي كونتيتي كبيره. اصلا انا يعني درتو يعني ماشي كبير بزاف. درتو الحجم تاعو صغير او متوسط ماهوش صغير بزاف متوسط. فوالا فتحتها كامل رقيقه. سيو كيفاش ترققوها للماكسيموم. بون ماشي حتى تولي ترونسبارونت بصح سيو كيفاش ترققوها بيان لاباط تاعكم. قلت لكم اشاك فوا لازم تعاونوا يديكم بالفرينه باش تقدروا تفتحوها هكذا. وكما راكم تشوفوا اشاك فوا راني نرفد العجينه هذيك تاعي راني يعني نبدلها الجهه باش تجيني يعني خفيفه. وطبعت هنايا بالطابع هذا مدور ونعاود ندير هاد العجينه ترياح باش نقدر نعاود نفتحها من دره جديد. فوالا دوك اشاك فوا واش ندير نفتح وحده هذيك المدوره نسي كيفاش نزيد نرققها اكثر واكثر. نسي ندير وحده يعني من هاد النوع تاع الشوكولاته شوكولاته الطلي
سيو كيفاش ديروا يعني نوعيه تكون مليحه شويه باش ما تتحجرش لداخل باش تجي مليحه، ونبدا نطوي الجهه ومن بعد الجهه الاخرى نردها لعندي ونقرصها كامل مليح بيديا باش ما تتفتحش، وندورها شويه ونساويها من الاطراف باش ما تتفتحليش كيف كيف، وراهي جاهزه عندي الخبيزه تاعي. فوالا هاي لك كيفاش تجي. ونروح نجيب سنيوه فيها ورق طهي بابي كويسون ونحطها من الفوق، سيو كيفاش ما تكونوش متباعدين بزاف وماشي قرب مع بعض حتى يلصقوها، ولا كيفاش درتهم انا يعني ماشي بزاف متباعدين وماشي لاصقين في بعض، وخليتهم يخمروا مره واحده اخرى. دوكا هنا قبل ما يخمروا لي رحت درت صفار بيضاء مع نصف ملعقه تاع الخل ونصف ملعقه تاع قهوه، خلطتهم مليح ودهنت بهم من الفوق وخليتهم حتى يتضاعف الحجم تاعهم. هاولي كيما تضاعف لي الحجم تاعهم ولو سمان يعني ضعف كامل الحجم تاعهم، راح طيبتهم في الفرن. هنا درت يعني نوع واحد اخر، يعني ماشي نوع واحد اخر، شكل واحد اخر. واش درت؟ راح فتحتها هكذا بالطول كيما راكم تشوفوا، ودرت شوكولا في الوسط هكذا يعني ايطاليتها برك، وراح طويت جهه وعاودت رجعت الجهه الاخرى ليها. سيت كيفاش نكورها هكذا كامل بيدي، ومن بعد دورتها كيما الحلزون، بعد خديت هذاك الطرف ويعني درتو من تحت باش ما تتفتحش. سيت كيفاش نتخنو من تحت، جبت هذا المول المدور ودرت فيه هذوك الحلزونات تاعي، هاملك الخبزات تاعي من بعد ما طابوا. شوفوا كيفاش جاوا شابين الله يبارك، طيبتهم من تحت ومن الفوق، طيبتهم على 180 درجه. خديت هنا شوكولاته اختيني ودوبتها على حمام مائي، ورحت درت كامل من الفوق بلا بوش تاعي خطوط. تقدروا تاني تضيفوا لهم سكر غلاس نتوما والكو تاعكم. فوالا جست باش نزينهم، ما حبيتش يعني نكلف بزاف في التزيين، درت لهم برك شوكولا الطلي وجاو شابين الله يبارك معنا يعني ما نزيدو. مام هادوك لي زيسكارغو جاو شابين. فوالا هوليك الشكل النهائي تاعهم، ان شاء الله يكونوا نالوا اعجابكم، والى عجبوكم ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس. هايليك نفتح وحده قدامكم باش تشوفوها كيفاش جات، شوفوا كيفاش يجي خفيف وفارغ من داخل ما شاء الله. فوالا لي تحب يعني شوكولا اكثر يعني دير بزاف، مي ردي بالك لازم تغلقيها مليح سينو تتفتح كي تكثري شوكولا. فوالا يعني صح صراحه بنتهم ما شاء الله سيو هما ما تندموش عليهم. هاي ليك الثانيه قلت لكم يجوا ما شاء الله، هاي ليك كيفاش تجي خفيفه الله يبارك وفارغه. قلت لكم ملي زيسكارغو جاو شابين. في نهايه الفيديو نقول لكم بقاو على خير في فيديوهات اخرى ان شاء الله، مع السلامه. ان شاء الله تكون عجبتكم زياره اختي امينه، وكما قلت لكم اذا عجبتكم امينه اختي ما تنساوش تشتركوا في قناتها، وبقاو على خير نتلاقاو في فيديو جديد. سلام.